استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس أبو مازن مستجدات العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي. ومن جانبه عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة لإنهاء معاناة المدنيين في القطاع. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال المباحثات تأكيد الدور المحوري الذي تطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الدعم للسلطة للقيام بدورها. وشدد الرئيسان على أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق، ما أدى أو ما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسؤولية التاريخية والسياسية والإنسانية للعمل على التسوية العادلة والشاملة التي تتضمن إقامة واعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو في عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتبار ذلك أيضا الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد الرئيسان الرفض القاطع لأي مساعي أو محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل من الأشكال. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن التقدير الكبير لدور مصر المساند والداعم للقضية الفلسطينية تاريخيا وحتى اللحظة الراهنة التي تبذل فيه مصر جهود كبيرة ودؤوبة على جميع المستويات لحقن دماء الشعب الفلسطيني، كذلك دعم مساعيه للحصول على حقوقه المشروعة.